مشاهدينا الكرام، ننقل لكم هذه الوقفة الاحتجاجية في محيط دوار المنارة في رام الله على الاعتقال السياسي على غرار قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال عدد من الشبان. تنظم هذه الوقفة تنظم هذه الوقفة في محيط دوار المنارة في رام الله رفضا لسياسة الاعتقال السياسي بعد اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعدد من الشبان في الأيام الأخيرة. نتحدث هنا مع السيدة فاطمة البرغوثي المرشحة فاتن عفوا البرغوثي فادية البرغوثي المرشحة عن قائمة القدس موعدنا، يعني رسالتكم من المشاركة اليوم في هذه الوقت. نحن هنا نقف هنا اليوم لنرفض الاعتقال السياسي بكافة أشكاله. أنا هنا اليوم أقف بجانب والدة أكرم سلمة لأقول أن هذه الدموع دموع أكرم لا تليق بالفلسطيني. أكرم أسير محرر، أكرم أحرى بنا أن نرفع أكرم على الأكتاف. أكرم أسير محرر، لا يجوز على أي فلسطيني أن يقبل أن تنزل دموع والدة إنسان شريف كأكرم وأمثال باقي الأسرى مصطفى وباقي الأسرى المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطيني. على الأجهزة أن تعيد نظرها في من تعتقل هؤلاء الأبطال، هؤلاء يرفعوا على الأكتاف دموع مكرم. لا ينبغي بأي فلسطيني أن يقبل أن تنزل هذه الدموع أمام الشعب الفلسطيني وهو ساكت. آن الأوان أن ترجع اللحمة الحقيقية للشعب الفلسطيني، أن تعود الوحدة الحقيقية للشعب الفلسطيني، الوحدة التي تم رفعها بالأمس ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية. ما حصل في غزة وما يحصل في الضفة اليوم هو مثال الوحدة، أما الاعتقال السياسي فهو من آثار التفرقة التي يشد عليها الاحتلال. فعلينا كفلسطينيين أن نعمل معا لنوقف هذه الدموع، لنرفع أكرم وأمثاله على الأكتاف لأن أعتقلهم. شكرا جزيلا لك. طيب نتحدث مع السيدة أم أكرم سلمة إن أمكن، خالتي، نقدر نحكي معك دقيقة؟ خالتي، رسالتكم اليوم من المشاركة وابنكم معتقل. أكرم كان أسير محرر وطلع زي أي واحد في المسيرة، لأن كان مبسوط لنصرة غزة ونصرة القدس، ولكن هم ما خلوا. اللي وصلكم عن سبب الاعتقال؟ سبب الاعتقال لأن مالكوا عليه إشي، فقالوا إن منارات طائفية وبحكي على الفيس وبحكي مش عارف إيش، يعني شغلات فاضية، واعتقل عليها من قبل السلطة مرة ومرتين وثلاث وعشرة. كان يطلع من عند الأمن الوقائي عبر المخابرات، ورغم إن انسجن عند اليهود مرتين،
ويعني جميعهم ما يلاقوا عليه شيء. في آخر مرة يعني لما ما قدروش عليه حشروا عندهم عند الوقاية 12 يوم. بعدها أجوا إسرائيل أخذتها لما ما لقيتش عليه ودتها إداري 8 شهور. جددوا للإداري أننا استأنفنا المحكمة وطلعوا يعني بعد 8 شهور، فلذلك مش لاقين عليه ولا إشي. شو الرد اللي تلقيتوه لما حاولتوا تبذلوا جهودكم بالإفراج عن أكرم؟ بقولوا لنا إن أكرم بسيء الأدب. ليش؟ لأنهم مش عارفين ياخذوا منا ولا كلمة. فبقولوا إن أكرم بعطي شغلات، يعني بيحكي شغلات إن كلب مش مؤدب، بيحكوا بمعنى مش مؤدب، مع إن ابني الكل واحد بيعرفه، يعني الكل بيحلف بحياته والكل بحب جلسة أكرم. أكرم من النوع الفكاهي الطيب اللي عمره ما خلى واحد يزعل منه في حياته. بس مع الأسف إحنا مش عاجب شباب السلطة لأنه مش زيهم، لأنه مش قادر يمشي مثلهم ولا قادر، وهذولكم ظالمين، وإن شاء الله ربي بزيحهم من عنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك خالتي. جميع إن شاء الله لجميع الأسرى اللي عند اليهود واللي عند السلطة إن شاء الله بإذن الله. وإحنا هالكيد بدل ما نلتهي في اليهود ونحاسبهم على اللي بيعملوا فيه في القدس، قاعدين منحاسب في بعضنا مع الأسف، متأسفين يعني إحنا للوضع اللي إحنا فيه. والله وضع حرام نصيلة هذا، لأن اليهود بدها ناس أقوياء، بدها ناس أنت زي ما بتعامل أنت تتعامل، بس إحنا منساعد باليهود كمان يعملوا فينا أكثر من هيد. متأسفين يعني. شكرا لكم. نتحدث الآن مع المحامي مهند كراجة من مؤسسة محامون من أجل العدالة. هل ما نشهده في هذه الأيام هو حملة اعتقال سياسي؟ نعم، حملة اعتقال سياسي، وهذه الحملة بدأت من بداية انطلاق الفعاليات والنشاطات اللي بتتضامن، بدأت مع حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى ومن ثم الحرب على غزة. من بداية هذه الأحداث حتى اليوم لن تتوقف الاعتقالات، والمجموعة تابعت منذ ذلك اليوم حتى اليوم 16 حالة ما بين اعتقالات وما بين استدعاءات وما بين اعتقالات أيضا على ذمة المحافظ. التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين، غالب المعتقلين بيتم التحقيق معهم حول نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهيك الغالب طبعا تقريبا تم توجيه لهم تهمة إثارة النعرات الطائفية والذم الواقع على السلطة من قانون العقوبات ومن قانون الجرائم. طبعا احنا في مجموعة محامون لأجل العدالة بنستغرب هذه الاعتقالات وهذا التحقيق، وخاصة أنه هذا تزامن مع وقت قريب من إصدار مرسوم الحريات اللي أصدره سيادة الرئيس والتفاهمات اللي صارت بين الفصائل في القاهرة، واللي هي يعني ضمنت لكل النشطاء السياسيين والمدافعين حقوق الإنسان ونشطاء النشطاء حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بحماية الحريات والالتزام بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقالهم. لكن للأسف اليوم الاعتقالات مستمرة، بالأمس وثقت المجموعة اعتقال في قلقيلية، وبشكل تقريبا يومي يتم تبليغ المجموعة عن اعتقالات واستدعاءات في كل مدن الضفة الغربية. كم عدد المعتقلين حاليا تحت مظلة الاعتقال السياسي؟ اللي وثقته فقط المجموعة. هلا ممكن يكون في معتقلين سياسيين آخرين أهلهم ما بلغوا عنهم أو أصدقائهم ما بلغوا المجموعات الحقوقية المؤسسات الحقوقية. اللي إحنا وثقناه كمجموعة محامون أجل العدالة حتى هذه اللحظة 16 حالة،
كل المعتقلين تم وغالبهم خلينا نجي نقول تم احالتهم الى مقر اللجنه الامنيه في اريحه وبيتم محاكمتهم امام محكمه اريحه، وهذا يعني انه ايضا ضمانات المحاكمه العادله انتفت في هذه الحمله وفي هذه الاعتقالات، وخاصه انه ما التزمت فيها الحكومه او اللجان الامنيه بمحاكمه الاشخاص بالفرض الساقط على الافعال اللي قاموها امام محاكم مدنهم ومناطقهم. قانونيا ما الذي يمكن فعله الان لهؤلاء المعتقلين؟ يعني حاليا نتابع تمثيل قانوني امام المحاكم ونقدم خلاءات سبيل، منهم من تم الافراج عنه ومنهم ما زال مستمر في التحقيق وتم تمديد توقيفه 15 يوم، اليوم تم تمديد توقيف مثلا اياد رفاعيه 15 يوم وتم تمديد توقيف مصطفى خواجه ايضا 15 يوم. اليوم مجموعه محامون اجل العداله اطلقت نداء عاجل للإفراج الفوري عن الطالب والناشط في كلية الطب في جامعة أبو ديس الناشط حسام العمرين، وهو طالب سنة ثانية وممكن أن يخسر طبعا حياته الجامعية إن استمر اعتقاله، وأيضا هناك كان في استجابة من النداء العاجل التي أطلقته محامون أجل العدالة من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى التي اليوم سيكون لها هناك بيانات تطالب فيه السلطة والحكومة بالإفراج الفوري عن هذا الناشط حسام العمرين. شكرا جزيلا لك سيد مهند كراجة من مجموعة محامون من أجل العدالة. الشيخ جمال الطويل المرشح عن قائمة القدس موعدنا، رسالتكم من خلال المشاركة في هذه الوقفة ضد الاعتقال السياسي. يعني كمرشحين كقائمة، رسالتكم من خلال المشاركة في هذه الوقفة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن مع آلام شعبنا الفلسطيني العظيم وآماله، وعندما يتألم يعني يجدنا أمامه
الحقيقة الاعتقال السياسي ثقيل جدا، مؤلم جدا، تداعياته كبيرة جدا على الساحة الفلسطينية. لذلك نحن الحقيقة يعني نريد أن نوائم بين مسألتين. لا نريد للساحة الفلسطينية الداخلية أن تشحن شحنا سلبيا، نريد أن تظل البوصلة موجهة نحو القدس، وأن يظل الكل يشعر أن معركته هو مع الاحتلال وليس معركة داخلية. كل الأسباب أو الذرائع التي تساق من أجل اعتقال هؤلاء الشباب الأبطال كلها ذرائع واهية وباطلة. نحن بحاجة إلى أن نرص الصفوف، أن نظل نعيش أجواء الوحدة والمقاومة والانتصار، لا أن ننشغل بجروح داخلية ومعارك فرعية هنا وهناك يفتعلها الاحتلال ويدبلجها لنا. لا نريد أن نقع في شرك الاحتلال. وأنا أقول للقيادة السياسية وعلى رأسها الأخ أبو مازن، لا تشعر بالضعف أمام الاحتلال الصهيوني، أنت قوي بقوة هذه المقاومة الباسلة. ارفضوا الاتفاقيات المذلة، لا تنسقوا مع الاحتلال. الاحتلال لا يحترم أحدا، لا يحترم إلا القوي. أنتم الآن في موقع قوة وعبروا عن ذلك. هذا السجون والمعتقلات هي لقادة الاحتلال الصهيوني وضباطه وجنوده، هؤلاء الذين يجب أن يحاكموا على جرائمهم. أما أبناء شعبكم الفلسطيني فهؤلاء هم قوة لكم، هم ذخر لكم، تستطيعون أن تراهنوا عليهم كما تستطيعون أن تراهنوا على انتفاضتهم ومقاومتهم الباسلة. شكرا جزيلا.